صوت الحيدة للضيف وغناني عرب والسيف يعزم سيف رقص وحنجالي سرج الفرس مشغول بربع الدهب رمش الزينة مكحول بالليل امدح حيلي صوت الحيدة للضيف وغناني عرب والسيف يعزم سيف رقص وحنجالي سرج الفرس مشغول بربع الدهب رمش الزينة مكحول بالليل امدح حيلي. للخيل منزلة عظيمة في نفوس أصحابها، ولا سيما الخيل العربية الأصيلة، لما تتصف به من الشجاعة والشهامة والوفاء لأصحابها. والخيل تقاتل مع صاحبها في المعارك، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبها سهم من الغنيمة، وإذا سقط صاحب الفرس عنها فإنها لا تفارق. إذا قيل خيل الله يوما الأركبي وددت بكف الأردني سيابها، هذا بيت الشعر قاله كثير عزة في القرن الثاني الهجري. ومن هنا نستحضر قيمة الخيل عند العرب. كانت العرب تعتز بفرسانها، وتقاس قوة القبائل في قوة فرسانها وعددها، وكانت القبائل العربية تعتز بأنساب خيلها. وتتميز الخيول العربية بصفاتها النبيلة، فهي تتميز بالكبرياء وتتقن الإناث الدلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند السحر بدعوتين. الخيل العربية تدعي لصاحبها كل يوم عند الفجر، تقول: اللهم خيرتني من خيرتني من بني آدم، فاجعلني أحب ماله وأهله إلي. فلذلك تجد من يدخل في عالم الخيول لا يخرج منه أبدا. أشبهه بالي أنا شبهه بالي أشبهه بالي عزيز من الخيل تلعب وأنا حابل ربسا في يديا. الخيل أنتوا بتعرفوا أنها من أكثر الحيوانات اللي حساسة على وجه الأرض، بتعاني من أمراض زيها زي البشر. ممكن الأمراض اللي بتكون خفيفة عند البشر إنها تكون قاتلة عند الخيول، مثل المغص. إحنا كأطباء بيطريين منعاني كتير من موضوع أصحاب الخيول اللي ما بيهتموا بصحتهم، اللي ما بيهتموا برعاية الخيول، اللي ما بيعلفوا الخيول بطريقة صحيحة. لازم دائما الخيل تتعلف بطريقة صحيحة بكواليتي معينة وبكوانتيتي معينة. المشاكل اللي بتواجهها الخيول بشكل كبير هون بالأردن اللي هو المغص والعرج.